إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. عباد الله، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه وعظموه في أعظم أيامه، فإن هذه الأيام أعظم أيام الدنيا، تزودوا فيها من البر والتقوى وجانب الإثم والهوى، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أيها الناس، فضائل هذه الأيام كثيرة، ولبعضها خصائص ليست لغيرها، كيوم عرفة ويوم النحر، وهذا حديث عن يوم عرفة وما فيه من الفضائل لنعلم قدره ونعظم حرمته. عباد الله، وإذا ذكر عرفة سحت العيون بالدمع على مشهد الحجيج وهم في عرفة يجأرون الله تعالى بصالح الدعوات فرحا بهم وغبطة لهم،
وشوقا إلى المشاعر المقدسة. إن يوم عرفة هو يوم من أيام الأشهر المحرمة، وهو من أيام العشر المفضلة، وهو من الأيام المعلومات المذكورة في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد أقسم الله تعالى به في كتابه الكريم مما يدل على فضله وعظمته. قال تعالى: وشاهد ومشهود. قال أبو هريرة رضي الله عنه في هذه الآية: الشاهد يوم الجمعة، الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. عباد الله، وهو يوم كمال الدين وتمام النعمة، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: أي آية؟ قال اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. رواه الشيخان. وهو كذلك يوم عيد للمسلمين، كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه الترمذي. عباد الله، يوم عرفة هو ركن الحج الأعظم، فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج معذورا كان أم غير معذور. لحديث عبد الرحمن بن يعمر قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه الناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله، كيف الحج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. رواه أحمد في مسنده. وهي يوم المباهاة بأهل الموقف، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا. حديث أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. ويوم عرفة يوم العتق من النار، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه عز وجل ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول جل جلاله: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم في صحيحه. فظاهر الحديث أنه أكثر يوم في العام يعتق الله تعالى فيه خلقا من النار، والظاهر أن العتق من النار ليس خاصا بأهل عرفة، وإنما هو عام لهم ولغيرهم، وإن كان يرجى لأهل عرفة أكثر من غيرهم. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله: ويوم عرفة هو يوم العتق من النار، فيعتق الله تعالى من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين. فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم، من شهد الموسم منهم ومن لم يشهده، لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة. ويوم عرفة يوم الدعاء، ويوم ترطيب الألسن والقلوب بكلمة التوحيد، لحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
رواه مالك في الموطأ. والظاهر أن فضل الدعاء ليس خاصا بالواقفين بعرفة فقط، وإن كان القبول منهم أرجى من غيرهم لوجودهم في أطهر البقاع. وكذلك الدعاء بكلمة التوحيد الواردة في الحديث ليست خاصة بأهل عرفة، بل ينبغي أن يكثر من قولها أهل الأمصار في ذلك اليوم العظيم. وكأن الإكثار من الدعاء بكلمة التوحيد في يوم عرفة هو لتأكيد الوفاء بالميثاق الذي أخذه الله تعالى على البشر قبل وجودهم على الأرض، وهو الوارد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. عباد الله، فناسب أن تلهج ألسنة المؤمنين بكلمة التوحيد في ذلكم اليوم العظيم. وعليه فإنه ينبغي أن يكثر المسلمين من الذكر والدعاء في يوم عرفة أينما كانوا. فجدوا عباد الله في الذكر والدعاء وألحوا، فلعل نفحات الله تعالى تصيبكم في يوم عرفة ولو لم تقفوا بها. وفضل الله تعالى يسع أهل الموسم وغيرهم، فلا يحرمن عبدا نفسه خير الله تعالى وفضله في ذلك اليوم العظيم. ويوم عرفة وهو يوم عرفة يوم إصغار الشيطان ودحره لما يرى من تنزل رحمات الله تعالى على عباده، كما في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغبط منه في يوم عرفة، وما ذلك إلا لما رأى من تنزل الرحمة. وإذا كان أهل الموسم قد ظفروا بالوقوف في عرفة ركن الحج الأعظم، فإن لأهل الأمصار صوم ذلك اليوم العظيم، وصومه يكفر سنتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، رواه مسلم. نسأل الله تعالى أن يقبل منا ومن المسلمين، وأن يكتب لنا جميع الرحمة والمغفرة والعتق من النار، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله وكفى، وصلى الله على نبيه المصطفى. فاتقوا الله تعالى عباد الله وأطيعوه، وأكثروا في هذه الأيام العظيمة من ذكره وتكبيره، فإن ذكر الله تعالى من أفضل الأعمال. قال تعالى: ولذكر الله أكبر. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. أيها المسلمون، عيد الأضحى هو أكبر أعياد المسلمين وأفضلها، لأنه في أفضل الأيام وأشرفها، وفيه أكثر الشعائر وأعظمها، وتشرع فيه الأضاحي، وهي من أفضل الأعمال وأجلها، وهي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده، رواه البخاري ومسلم. ولنستنب من الأضاحي ما كان بها عيب، فإنها قربان لله تعالى، ولنختر منها
أطيبها وأسمنها، لقول أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون، ومن طرت عليه الأضحية يوم النحر أو بعده، أو كان لا يجد ثمنها ثم وجده، فله أن يضحي ولو كان قد أخذ من شعره وظفره في العشر. وأهل البيت تكفيهم أضحية واحدة، وهي باب قربة وعبادة، ولا تجوز فيها المباهات والمفاخرة، ولا يشرح التخصيص الأموات بالأضحية، فإن ضحى أحد عنهم أشرك نفسه أو أحدا من الأحياء معهم، إلا إذا كانت وصايا للأموات من أسبالهم فتنفذ وصاياهم. عباد الله، ويحرم صوم يوم العيد وأيام التشريق، وهي ثلاثة بعد العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم. فلنكثر من ذكر الله تعالى فيما تبقى من هذا الموسم الكريم، ولنتجنب منكرات العيد، ولنجعل اليوم العيد مع أيام التشريق أيام شكر وذكر لله، أيام شكر وذكر لله تعالى على ما هدانا وأعطانا. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، وثنى بملائكته القدس، وثلث بكم عباد الله، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أبي بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان ذو النورين، وأبي السبطين علي بن أبي طالب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.